الملف المصري، مصر اللي كان وعدنا عبد الفتاح السيسي هتبقى في حتة تانية في 30/6/2020، وعدنا أب في بداية ظهوره هيعمل شبكة مواصلات تمسك البلد كده، ومن يومها وحوادث الطرق وحوادث القطارات بقت خبر يومي على السفرة الإخبارية في جميع الأخبار والصحف. النهاردة خبر جديد مفاده خروج قطار عن القضبان في المنوفية. خبر ده النهاردة عشان بس محدش يخلط بينه وبين الخبر بتاع امبارح بتاع أسيوط واللي أدى إلى وفاة ثلاث مواطنين منهم سواق القطار واثنين مساعدين. النهاردة خبر جديد وقطر جديد بيخرج عن السكة الحديد وبيخرج عن القضبان في بلد بتعمل قطر كهربي هيخدم 1% فقط من الشعب بتكلفة تتعدى 360 مليار جنيه مصري، في بلد بيعدنا أو وعدنا فيها وزير النقل إن خلال كام شهر مش هيبقى، أو السيسي نفسه اللي وعد الوعد ده، خلال كام شهر مش هيبقى عندنا عربية قديمة. ما زالت أو ما زال نزيف السكة الحديد وما زال نزيف الطرق مستمر، تحولت طرق مصر كلها إلى طرق موت لم يشفع ولم يغني ال 600 كوبري اللي بناهم عبد الفتاح السيسي ولا ال 21 محور. البلد زي ما هي والمشاكل زي ما هي والحوادث هي هي والزحمه بتزيد والتكدس بيزيد والناس كل يوم بيدفعوا ثمن حوادث القطارات وبيدفعوا ثمن حوادث اللي بتحصل داخل السكه الحديد. الخبر بيقول استيقظ اهالي قريه في مركز اشمون على واقعه خروج القطار رقم 122 المتجه من مدينة أشمون، وشايفين قدام حضراتكم الفيديو من مدينة أشمون إلى طنطا بمحافظة الغربية. القطر زي القطر بتاع سوهاج بتاع الأسبوع اللي فات أو بتاع بتاع سوهاج الأسبوع اللي فات طلع عن القضبان، وزي القطر بتاع امبارح اللي دخل في الونش وأدى إلى وفاة ثلاثة. أستاذ هيثم إلى متى يستمر هذا النزيف في الشعب المصري بسبب تهالك الخدمة وفساد السكة الحديد؟